وصل ام العز ورجع لك ليلى. ما في داعي تعذب حالك، ابني برا عم يستناني. طمنيني طمنيني ام العز. والله محتارة جدي لك والله. ان شاء الله احكي سيبتيلي مفاصلي. لا حول ولا قوة الا بالله، بصراحة في شبل عبان بعقل بنتك. بعد اللي طلعني منك بعد كل الشقة والتعب كرمال عيونك يا ليلى، كرمال رجليك ما طلعني منك أحسن من هالجائزة اللي بنعطيلك. ما طلعني ما بدك تقلي ليش كانت معجبة فيك ولا لك. مشان الله اتركني، هات لبوس ايديك مشان الله، تعتقني اتركني مشان الله. كذاب لك بوس ايدك، شو بدك كان يحكي؟ سمعت السؤال وما سمعته. لك يا بني ادم، لك صرت حلف لك 100,000 يمين اني وحياة الله ولا مرة اختليت فيها. الله وكيلك، اول مرة بقعد معها بس ليش ما بدك تفهم علي؟ كذاب كذاب لك اخي كرمال الله، انا بعتذر ومستعد ساوي اي شيء بيرضيك. الله يخليك احتاني اتركني. شو كنت تحكوا علي انت؟ ما كان لك شيء والله، ما كان في وقت. ما كان في وقت انا قادر تعرفه بقى من حوالي 3 اشهر تقريبا. من امتى؟ الله وكيلك ما صار 3 اشهر. عم بحلفك يلا. ليش كل اولادي بيشربوا؟ ليش كل اولادي بيشربوا؟ بيشربوا مين؟ بيشربوا مين؟ بيشربوا مين يا بني ادم؟ انت اكيد مجنون، انت اكيد مجنون، مجنون. ما شفت شيء. امي يا حبيبي يلا هلا طالعين انا وامي. عيب عيب حدا يتسمع على الباب. ما دخلك انت سكوت. لا لا ما تاكل هم انت. اي خلص امي يلا مثل النار الشعري، خايفه يكون عامل بحاله شيء. طولي بالك يا امي، ما في الله ما في الا خير. هي بعدني اما زيد ابعث الاولاد على مدارسهم. طيب امي انا ساعدتك على السياره. ايه ولا بس ما بتعوق علي. تيتي يلا روحوا على المطبخ خذوا سندويشاتكم وعلى المدرسه. يلا يلا. تيتي وين بابا؟ ليه ما اجى؟ والله ما بعرف، راح يدور عليه. تيسري يلا. Thank you.
طول عمري من لما كنت صغير بحب الشباب، بحسهم زين للرجال، بيعطوه هيبة وغرازة. بتعرفي ليش ما ربيت شبابي؟ ليش حرمت حالي من هالشهوة؟ لأن جوز أمك جوز فريال. قلت لحالي شو راح يقولوا الناس عنك؟ قال شو؟ شوفوا مرته مين وشنباته لوين؟ قلت يا الله بلا شو يعني شهوة من بين ألف شهوة حرمت حالي منها؟ وقفت على شوية شنبات. معك حق يا بنت، وجعت لك راسي، لك لا تأخذي، لا تأخذي. دكتور حسين، شو توصيفك لحالة المتهمة؟ ممكن توضح للمحكمة؟ نوع من أنواع انفصام الشخصية. انفصام شخصية؟ ممكن توضح أكثر للمحكمة شو معنى انفصام شخصية؟ مرض نفسي بيخلي المريض يعيش بشخصيتين، كل وحدة منهم ما بتعرف شيء عن الثانية. يعني المتهمة سهام لما أكلت المغدور حمد. لك ما تقدر عم بيأكل شو دواب؟ هدوء. والله ما بعرف شو بدي أعمل. ما خليت طريقة ما عملتها. لك إيه؟ قلت لحالي انحبست وخلصت منها. بدي بحاول رجعه. ما في فايدة أختي، ما في فايدة. ما في فايدة كأنك عم تحكي مع حيط. لك ايه ضليت لاحقتني على البيت ولا برات البيت من جوات الحبس. الله وكيلك صرت اكره التليفونات واللي اخترعوا التليفونات. لك والله روحي رح تطلع. خايفة اغلط لي شي غلطة من افعى مايلو. لا تقلي لي تحملي مشان الله. تحملت كتير، ما حدا تحمل قدي. طيب 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 لنشوف لنشوف. الله معك اختي، بدك شي؟ مع السلامة. تحملي يا نظرة. شو تفكري فيه؟ والله ما بستاهلك. لك انت ما عرفانه وين الله حاطك. اي مو منكم نستفيد. لك هذا اخر سهم بايدي، يا بيصيب يا بيخيب. بجوز بس طيب بقدر اعرف شو حاطه بمخك؟ هاي الشغلات كبيره على عقلك الصغير. اي الله يسامحك. انه اسمعي لقلي، لك شو رايك نسأل نسرين من شانه؟ نسرين؟ لك ايه نسرين، ما سمعتش عم يحكوا عنا؟ ايه والله اجت على رجليها، على القليلة بنعرف شو في عندها. ايه منشوفها ليش لا؟ لازم أول ما جيت هذا يمكن يخجل قدام أمه. لا والله لا لا يا بنت الحلال، لا تحرشتيني ولا لا، بالعكس كان الرجل كتير مهذب وأديب. لا والله لا. لكن ليش هيك رجعتي من عنده مرتين؟
ملخبطه مالك على بعضك. شوفي يا بنت الناس، نحن نسوان حريمات بين الحيطان، لا نلتقى برجال ولا رجال بيلتقى فينا. والمرأة مثل ما بتعرفي، مهم إن النفس أمارة بالسوء. استغفر الله العظيم، مشان هيك نزلت من عنده، لا لي قدراني أطلع بوجهه ولا حط عيني بعينه. يا أختي، هو شو بي وحليوة؟ أي ولا شبوبي، بتحبيه قلت أنا؟ بتحبيه؟ أيوة، عم أقول لحالي هالبنت مو بتساعديني نسرين؟ لا، على الغلط لا. طيب شو ساوي نسرين؟ ولا حبيته؟ تكلي على ما حبيت استغل الأسد اللي بينه وبين زوجك. أصيلة بالأصيلة يا معلم، بس مثل ليش حسيت قلبي وكأنك تعلقت فيها؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا أبو جمال، بس يمكن الوحدة اللي أنا عايش فيها، وخاصة إنه سمير ولا كأنه عايش معي، أو يمكن هيك جاء على بالي جرب الحب، أحب عن جد. طيب ما عرفت هو جوزها شو بيشتغل؟ قالت لي مخرج كبير بهالبلد. مخرج؟ ايه، بس ما قالت لي عن اسمه. قال يعني لسه الموضوع معني بكير شوي، يعني بحاجه للثقه اكثر. كانه خايف على جوزها، خايف على سمعتها. اصحاب مشرف يا ابي، عم بقول لي الشارع مضوي، لك ايش دابا البلديه هسه تطفي اللمبه؟ سبب فيها خيلك ليش انت لمين طالعه غير لامي؟ ليك هيبا اذا بدك تحكي معنا بهالطريقه خلص خلص امشي خلصنا. مسكينه بس دخيلك هنيك بالمشفى احسن لها، على القليله بديروا بالهم عليها يعالجوها تاخذ دواء، اما هون يا حبيبي طالعوا مجنونة وأبصر شو. الله، بس هي مو مجنونة عن حقها؟ لا مو مجنونة، هذا اسمه مرض نفسي، يعني بيتعالج مثله مثل أي مرض. من شو بصير؟ لا شو بصير هالمرض؟ شو ميساء؟ لتكوني خايفة على حالك من الجنان. اي والله اللي صار معي بجنن، بجنن لسبب واحد بس. شو هو؟ إذا حكيت ما بتزعلي؟ ما رح أزعل. أنا برأيي إنه جوزك هو اللي جرك على طريق الغلط، مو هاد التافه اللي أخدك على الفيلا. جوزي؟ شبك؟ كيف جوزه بده يجر على شو اسمه؟ بكفي سفرته برات البلد كل هالمدة. أنا آسفة ميساء، بس هي هي الحقيقة. وإذا بدك لا تترجي لحتى يرجع لك، بالعكس هو اللي لازم يبوس لك إيديك ورجليك لحتى ترجعي. يعني عفوا سيدي، هلا نتيجة الوضع العقلي والنفسي للسهام واللي صار بالمحكمة رح نسكر تحقيق الميتم؟ شو قصدك انت وفي؟ لتكون مليت من الشغل معي؟ لا سيدي عفوا، بس انا عم استفهم سيدي. لقلك شغلي، انا عم حقق بهي القضية لأوصل لشي تاني انا شاكك فيه. مزبوط سيدي، بس عدم مؤاخذة يعني انا لحد هلا ما عم فهم شي. ايه مو لا افهم انا بالاول؟ بصراحة هذا الشاب اللي اسمه رامي انا ما حبيت تطليعاته، بالإضافة للبكتو اللي كانت، أنت انتبهت عليه؟
أنا عم حقق بهذا الموضوع، بجوز ما يطلع معي شيء، بس أنا ما بدي يوم من الأيام يجي وأنت مني ما حاولت. بس عفوا سيدي، يعني لا تاخذ فكرة عني، أنا كثير أسئلة، بس صدقني صدقني أنا سيدي حاب أخدمك بس ما نعرف شلون. ولا يهمك يا رجل، سأل قد ما بدك، أصلا شغلتنا كلياتها قائمة على الأسئلة والأجوبة. بعدين السؤال إذا سأل أكثر من مرة بيخلق تفكير جديد، ممكن يجيب لك أجوبة جديدة. ولا تستغرب إنه ممكن أحيانا سؤال سطحي يوصلك لحل مسألة كثير معقدة. حاصله هلا، أعطيني كل التحقيقات اللي عملتها بهي القضية لحتى راجعها. يا سيدي على طربوشي، بس أنا آسف سيدي، فيني أقول شغلة؟ تفضل. يا سيدي عدم مؤاخذة، أنا مثل حضرتك ماني مطمن. ها خلاص، معناتها أنا وياك في براسنا شيء بده جواب. مزبوط سيدي، طب أنا رح أجيب لك القضابير. يعني جوزة لازم يفهم هذا الشيء، ما يبدأ عليها، يعني على القليل يسأل حاله ليش هي مستعمل سكين. لو بده يسأل حاله هالسؤال كان سأله. الصهري من نوع خاص كتير، ما بيفهم غير اللي بده إياه وبس. طول عمر المرأة هي اللي بتدفع الثمن، مو ظلم هذا الكفريز؟ في وجهات نظر كثير بالموضوع، يعني ما بتقدر تشوفيه من زاوية واحدة. أنا بقصد لو إنه صهرك هو اللي حب على مرته كانوا قالوا حقه، بس لأنه مرة الكل صار بده يحاكمه. يعني اللي عملته صح؟ لا، أنا يعني ما بقول هي صح وهي غلط، اثنين غلط، بس أنا عم بقول كيف الناس بتفكر. إذا بدك تمتحني تفكيري، طمنك إنه أنا شايفك وما شايف حدا غيرك، خاصة بعد الموقف اللي وقفتي جنبي. اسكت وحمد ربك إني ما عملت لك زعل، بس قلت لحالي يا بنت حرام فين كفي. بعدين إذا من هلا ما تقاسمنا الحلو المرة، أمتى بدنا نتقاسمها؟ الله لا يحرمني منك يا لا يحرمني من العيون الحلوين. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن أقدام المتهمة على القيام بهذه العملية دون إذن رسمي يفوضها بذلك ودون امتلاك شهادة علمية إنما يعني شروعا بالقتل عملا بالمادة 533 من قانون العقوبات. وكما هو واضح على الضحية فإنها فقدت صوتها الذي هو مصدر رزقها. شو بتشتغلي؟ مطربة سيدي. نعم؟ مطربة أعراس وأفراح ونوادي ليلية. مفهوم مفهوم. وانت يا بنتي شو تشتغلي؟ طالب الطب سنة أخيرة سيدي. عفوا سيدي القاضي، إن المتهمة نزيلت سجن النساء بسبب ضبطها متلبسة بجرم الدعارة. إذا سمحت ما في داعي للتجريح. أنا ما عم جرح سيدي القاضي، هذه الحقيقة والملف أمام حضرتك والعملية تمت في السجن. شو يا بنتي؟ مظبوط مظبوط سيدي، بس ما في داعي للبكي، اشرحي لنا بهدوء وتأكدي انك ما رح تنظلمي. سيدي بغض النظر عن سبب وجودي بالسجن، بس فجأة لقيت هاي اللي واقفة قدامكم عم تحتضر لأنها بلعت زلطة. كنت بقدر خليها تموت بس ضميري ما طوعني، علقت حالي بهالمشكلة. وبركي ماتت بين ايديكي. بكون إلي شرف محاولة انقاذ سيدي. بعدين لا تنسى انه العملية تمت بظروف سجن، يعني سجن شو بدها تكون العملية؟ والله العظيم يا سيدي كل هدفي كان انقذ حياتها من الموت، والله العظيم. لو كانت تركتني نموت لعشت حالي ما يكشف، لو كانت تركتني نموت لعشت هيك. ما قدرت، والله والله ما قدرت تركيني تموتي، ان شاء الله تسامحيني. لك ابني وينك؟ لك وينك مشان الله وينك؟ وين يعني لك امي؟ ليتني وين بدي اروح؟ وين السشوار؟ والله خلي قلبنا عليك، هاد تصرف واحد عاقل؟ شبكوا؟ لك من امبارح مو مبين لك ابني من امبارح، وكل ما اتصلنا فيك بتصل الخطب وشنا؟ امي كنت سهران مع جماعة تجار عطور اصحابي، لا اله الا الله. طيب رد علينا كنت، طمنا عليك على القليلة. لك ليتني شبعني. الله أكبر، السشوار اللي تحطه أنا بالحمام، مين عايمه؟ وينه؟ شبه
والكلام الفاضي والعلاج ما عاد له طعم. وأنا أشهد ربي علي إني عملت كل اللي بقدر عليه حتى ربيك صح وأبعدك عن الغلط. ورمت رجلي وتفتقت عروقي لأمل لك اللقمة وهدمة لبسيها، وبالآخر كانت هاي جزاتي جبيل الفضيحة على وسط بيتي. كل اللي عملته من شانك يا ابي راح هيك ببلاش ببلاش. يا الله يا الله يا الله. يعني ما رح يطول لي، قصدي ما رح يطول ليجي. إشارة واحدة يمكن دقيقة، ساعة، أسبوع، شهر، الله أعلم. هناء هناء. أيوة ضابط مناوب عاوزك. بسم الله الرحمن الرحيم. مسرين عن جد انت في كسر، في كسر خلصينا. سيدي السجينة هنا برا، خليها تفوت. حاضر سيدي. فوتي. هنا قتل عن سبق الإصرار والترصد، الحكم مؤبد. تفضلي تفضلي. وحرام هيك وحدة حلوة تكون مسجونة. عادي عادي تفضلي. إذا بدك تياب قولي لي على أي معرض، خليهم يجيبوا بكل شي فيه، بس طلع برات الفيلا وأنا مو معي؟ لا. طيب ليش؟ بدي شي هوا، امشي بالشارع، لك حس حالي إني عايشة، عايشة. إيه إيه إيه، هلا بنطلع بالسيارة على المطعم اللي بعيشه، على أي منتزه بدك إياه، ولا شو رأيك؟ نطلع على قبرص، على يونان، وين ما بدك، بس رجلي عايشة. إيه والله هي مو عايشة، مو عايشة. بعدين بزعل منك. ها هيك هدول الحياة، كوني أنا لا بطلع ولا بدخل بسعري بسعلك. بعدين شوفي أنا بصراتي كتير كلها تحت أمرك، تقدري تنامي على المصاري يا هلا إذا بدك. في أحلى من هيك حياة؟ في في أنت هيك الناس بتحكي يا بنت الحلال. طيب أنت ليش خايف مني إذا طلعت لحالي؟ لا لا أنا مو خايف منك، أنا خايفة عليكي، لأن شباب هالأيام عينيهم داير على الصبايا اللي مثلك. اسأليني. ايه مزبوط. خلص لكن خليك قاعد، أنا فايتة لجوا. مرحبا حسام. أهلين أستاذ نادر. شو شايفك ما رحت لهلأ؟ والله هيك مخلص كم شغلة متراكمة من زمان. وشو هي متراكمة من زمان؟ بقصد من أيام المحاسب اللي قبلي. ايه طيب الله يعطيك العافية. استاذ نادر والله ما بعرف شو بدي اقول لك، بس احكي حسام شو بك؟ هلا اللي المحاسب اللي كان قبلي كان معه شهادة؟ قصدي كان اختصاص محاسبة؟ لا ليش؟ ما بعرف، بس في هيك شوية تجاوزات. شو ها؟ تجاوزات؟ عفوا استاذ مو قصدي.
لك شبك حسام؟ احكي شغلت لي بالي. لك ماما شو هالشغل اللي بخليك لهلا برات البيت؟ طيب ما رح نحكي، بس تيجي نحكي. لا لا انا سهراني لتجي. تعشى وخذ راحتك. قلت لك سهراني لتجي، ما بدي نام، انتهينا. شو هالشغل اللي بخليه برا الرصاص الليالي؟ خير امي شبك، شو اللي صاجك؟ ما في شيء. انا طرطوره بهالبيت، وانتو كل واحد ياخذ راحته، يعمل اللي على كيفه، وانا اخر من يعني. يلا بسرعة رح نتأخر. لا صباح الخير بالأول، كله بسبب أمك. لا يا أنسة هبة، كله بسبب أبوك. امشي إيهام. حسناء حسناء. لا ما بخير. عادي عاوزتك كلمتين. بتأخر على الجامعة. لك شو هاي الجامعة اللي عم تشفيلي فيها شمال ويمين؟ أنا أقرب برنامج محاضراتي إن أبري. ايه وهي قعدت شو طلع معك؟ يطلع بلي احكي معي مش عالم الناس. لا اما يعني حرام نروح على الجامعة شي يوم نحن رايقين، لازم كل يوم نوشح. ما محاضرتك الساعة 12 وهلا الساعة 8:30، بتقدري تقولي لي وين بدك تقضي هالاربع ساعات؟ يا حبيبتي يا امي، الجامعة مو بس محاضرات، في زملاء في زميلات نشوفهم ونقعد نتسلى. ايه لا تاخذيني، اسفة الله يخليكي لا تاخذيني، ماني عارفانة انه الجامعات صارت للتسلاية. بعدين مو هاد موضوعنا. فهميني لشوف مين هاد بسين؟ صرت قايلت لك ألف مرة، واحد رفيقي بالجامعة. وطي صوتك وليه؟ واحكي معي منيح. قومي قومي اكتبي لي اسمه الثلاثي. خير؟ ليش بقى؟ هيك مرأة مزاج، قومي اعملي اللي عم قلك عليه. العمى فضلي. السلام عليكم مطيعة. فضلي أسير أنا. فضلي. السلام عليكم. شايفة؟ شايفة؟ لك أنا الحق علي اللي ما تركتها تنقبر، شو كان بدي بهالنخوة أنا؟ طب أنت ضميرك مو مرتاح؟ لا والله، لا والله مو مرتاح. أنت عم تقولي هيك لأنه مقهورة منها، بكرة بس توعى على حالة بتقدر اللي عملتيه من شانها. المهم هلأ قليلي، حكيتي مع أولادك؟ لا لسه. شو ناطرة؟ عم بستنى اللي يفيق ولسه ما صار وقت فيقتهم. الله يخلي لك يا هون يا رب. ما قلتي لي شو ناوية تعملي بعد ما تطلعي من هون؟ أول شي بدي أطلع أشوف أهلي لأني اشتقت لهم كتير. أنا عم بسألك شو بدك تعملي بمستقبلك، بوضعك، بشغلك، مو شو بدك تعملي بالتفصيل. أهم شي خلص دراستي وبعدين بيحلها ألف حلال. أنا ما تزعلي مني بس والله أنا شايفتي شغلة غريبة، شهرين ثلاثة بتصيري دكتورة قد الدنيا. قد الدنيا؟ وحتى إذا تخرجت شو يعني؟ ما أنا بعشت. خلص 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 تستفلي وعليك براسك بتعرفي خلاصك. بس ديري بالك على حالك لما تطلعي من هون. ليش تأخرتي بالشاي؟ هي الغليظة روبا وقفتني لتعرف شو صار معك. إذا أنا ما بعرف لك احكي لي، امبارح نمتي وما حكيتي لي ولا شيء. شو بده يصير؟ شو بده يصير معي؟ على نصرة؟ شو بدك يعني احكي يعني؟ كل شيء، بدي أعرف شو كان بده منك. كان عم يقرأ أخبارتي وحب يستفسر عن شوية شغلات. أيوة مستفسر؟
استفسار. بس وينك؟ مو معقول هالمسكين ولا طلع منه. مسكي مسكي عطيه هدول. قولي له هدول مني. كل هدول؟ اي والله بتستاهل هدول مرتين. يلا طياره. ألو، ليش ساكت؟ شو بالظاهر ست الحسن جنبك؟ مو هيك انت كنت تسميها؟ ليش ما عم بترد؟ وين رحت حبيبي؟ شو ها؟ حبت تصبح عليك. فتح السبيكر كمان؟ حبيت انزع نهاري اخو مرايش. وكيف السجن هالايام؟ الحمد لله ماشي الحال مثل ما هو. وكيف الضابط الجديد؟ ملازم اول ماجد دمع. والله والنعم والله دمع. منين تعرفه؟ من حارتي ولو جيران الباب على الباب. والله والنعم منك. يلا يا حسام ما بتخلصي القهوة تبعك إلا بتكون كل المعلومات قدامك. احترام السيدي. ابن حلال شو صار معك وفي؟ والله يا سيدي ما بعرف شو بدي أقول لك. شو في وفي؟ سيدي هذا الاسم اللي أعطيتني إياه لواحد متوفي من 4 سنين. شو؟ متوفي؟ خلصنا خلصنا. حاجة تستغلي الموقف تقعد تعطي تكسر على التعليم والجامعات. تعدمين أنا عم كسر باطي على الجامعات. ما هي الحقيقة؟ للأسف كلامك صحيح. هلا كم طالب وطالبة جامعة في؟ كتير. مو؟ هدول بس تخرجوا كلهم رح يلاقوا الوظائف عم يستناهم؟ ولا واحد. أنت أدرى. المهم شو بالنسبة لأمك؟ شو بها؟ بتكوني أعطيتيها اسمي الحقيقي؟ طمن يا سيدي. أعطيتها اسمي الأب والعيلة غلط. طيب شو طلع اسمي معك؟ طلع اسمه بسين ابن خليل حباب. ايوه منيح. شو مو ناوي تغدينا اليوم؟ هلا بس قلتي انت عندك محاضرة. ايه بلا محاضرات بلا دراسة. خلص ما عاد بدي محاضرات. لك شو صار لك؟ ولا شيء بس بلاش تفهم. بتعرف انت صاحب هالزمن. أنا اللي بعرف. فريد صباح الخير. صباح الخير معي. صباح الخير العصير. وين بتكونات؟ لا عم برد على الموبايل ولا نام بالبيت. أبصر معلم يمكن طول بالسهرة وراح نام بالفيلا. إيه بس أنا منعته روح الفيلا وأخذت المفتاح منه. أم عبدو شفتي حتى امبارح مع شي حدا ذكر شي اسم قدامك؟ والله ما سمعته يا بيك. عدنان الله يوفقك بتروح لعند رفقاته هذول أكيد بيعرفوا وينه. حاضر معلم. بدك منه شي مستعجل؟ شو بدي منه؟ بدي أطمن عليه وبس. إن شاء الله فكر إن شاء الله رح تخلص هيك بجرة ألم بين يوم وليلة. شغلك شرف.
بدنا نروح دغري. الله يخليك وخبرني بصراحة. حاضر. جيل طايش بيصير ان شاء الله, بيصير مثل ما بدك واحسن ان شاء الله, بتفرح فيه وبتشوف اولاد اولاده. كنا نستعمل العضيان لحاجة تبردة شغلات من النوع يعني. ايه قمت فتت لقضي حاجة سيدي تبردة, لقيت الشرب مربوط وعبين هدي مي 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 فكيته وجبت لكم يعني. شو دكتور طمني؟ والله ما في شيء, هو بس جوع وعطش وشوية الحرق, اما تبقى في شوية كدمات ظاهر انه تعرض لعملية تعذيب. يعني انت بنقدر ناخذ اقوال؟ والله بده اكثر من نص ساعه. يعني حالته مو بهالخطوره؟ لا خطر, لا ما في خطوره نهائيا. ماشي الحال, جيبوا لي هالقضايا منكم ان شاء الله. سيدي اتركوني خليني ارجع على ارضي يا سيدي, هيك بيعمل خير على